باجداموف أليكسي وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروس ورئيس اللجنة المشتركة من الجانب البيلاروسي والصديق العزيز، فليتفضل. معالي دولة رئيس الوزراء السيد مدبولي، السيد رامان ألكسندروفيتش، الزملاء الأعزاء، رجال الأعمال في الدولتين، باعتباري رئيس اللجنة المشتركة من الجانب البيلاروسي، أود أن أقول أن تنفيذ مثل تلك الفعاليات سوف يدعم بشكل كبير زيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا. في العام الماضي كان هناك مجموعة عمل في نوفمبر، والاجتماع السابع كان في نوفمبر من العام الماضي، كانت هناك مجموعة العمل في مجال الزراعة والصناعة، وكان هناك أيضا منتدى للأعمال بين الدولتين. هناك جهود كبيرة نقوم بتنفيذها في الدولتين، وخلال شهرين في هذا العام زاد التبادل التجاري مرتين مقارنة بالعام الماضي، وعلى هذا الأساس يجب أن ندعم هذا التوجه في المستقبل وأن تكون هذه الوتيرة أكبر وأكبر. وبالرغم من ذلك لا نرضى بشكل كامل على حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا في الوقت الحالي، لأنها لا تعكس الإمكانات الكبيرة. العلاقات بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون المحرك الأساسي لها الصناعة وتوريد المعدات والصلب والحديد الصلب. في يناير من العام الماضي، في إعلام هذا العام، 8 ملايين دولارات وردنا لمصر الصلب وأكثر من 130 ألف طن من الحديد الخام. وفي نفس الوقت كان هناك تصدير كبير لأكثر من 30 جرارا زراعيا إلى مصر و21 معدة زراعية ثقيلة. إذن في هذا العام نحن نستهدف أن يكون أكثر من 280 معدة زراعية ثقيلة. في عام 2023 كان هناك أيضا تصدير كبير إلى مصر، وكانت هناك عقود في عام 2024. سوف نورد أكثر من 15 معدة ثقيلة. إذن هناك أفاق واعدة للتعاون في مجال التبادل والتعاون الصناعي، خاصة في مجال التجميع، الصناعات التجميعية للمعدات الثقيلة. ومن أجل تنفيذ ذلك يجب أن نقوم بتوفير عملية بيع للمنتجات على مدى السنة، أن يكون هناك خطة بعيدة المدى لعملية البيع. إذن نحن نستهدف لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا لكي يزيد في الربع الأول عن 20 مليون دولار. إذن نلحظ هذا العام أن هناك زيادة مضطردة. من مصر نحن نستورد الموالح والفواكه والخضروات، أما مصر فتستورد منتجات الألبان من بيلاروسيا. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023 تم التوافق مع الجانب المصري على الحصول على موافقة الجانب المصري لاستيراد اللحوم والدواجن من بيلاروسيا إلى مصر، وحصلنا على الشهادات البيطرية اللازمة لفعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك أود أن أقول أن شركة الحلال، إذا كل منتجاتنا من اللحوم حصلت على اعتماد ختم الحلال كي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ونستطيع أن نصدرها إلى مصر. أظن وأقول أن كل الجهات المعنية في الدولتين يجب أن يزيدوا من التعاون فيما بينهم وأن يركزوا على المجالات التي تعد ذات أولوية للدولتين،
مثل إنشاء مجمع للتخزين وتداول الحبوب في مصر، وأن توجه المنتجات إلى مصر والدول الإفريقية. إن الشركة البروسية أنكادوم سوف تقوم بإنشاء هذا المشروع في مصر، وسوف يكون هناك مخزون للحبوب على أرض مصر للسوق المحلي ولا إعادة تصديره في شكل صوامع ستنشأ على مصر، وسوف يكون هناك أيضا مجمع لتداول الأعلاف أيضا على أرض مصر، وهو مشروع واعد نود أن نشاركه مع الجانب المصري، ولدينا الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لفعل ذلك. نحن يجب أن يكون هناك زيادة مضطردة في التجارة بين دولتينا، وأدعو الشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسي. وهناك مجال أيضا هام جدا، وهو مجال التعليم. في نوفمبر عام 2022 هناك تعاون مباشر بين أكاديمية البحث العلمي البيلاروسي ونظيرتها المصرية للتبادل إجراء الأبحاث المشاركة، وتم إنشاء مركز في مصر للتبادل التعليمي وزيادة وجودنا في السوق المصرية والتعاون العلمي. إن زيارة السيد وزير التعليم البحث العلمي والتعليم العالي إلى بيلاروسيا واشتراكه في العديد من منتديات رؤساء الجامعات البيلاروسية أدى إلى زيادة مضطردة في هذا التعاون العلمي والبحثي. وهناك إمكانات واعدة في مجال السياحة، وخاصة السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية. وعلى هذا الأساس إن وجود طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا سوف يسهم بشكل كبير في زيادة هذه السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات. في الوقت الحالي وفي هذا المنتدى السادس للأعمال البيلاروسي المصري، هناك آفاق واسعة لزيادة تبادل المعلومات وزيادة الأعمال المشتركة وإنشاء مشروعات مشتركة وتوطين للعديد من المشروعات والتكنولوجيا في مصر والخروج إلى الأسواق المنطقة وإفريقيا، وأيضا دخول للمنتج المصري إلى سوق الاتحاد الأوراسي. شكرا لكم، وأشكر اتحاد غرف التجارية المصرية والغرفة التجارية في بيلاروسيا على هذه الجهود لتنفيذ هذا المنتدى. أتمنى للجميع مفاوضات مثمرة وناجحة، وشكرا جزيلا لكم.